الجيش الألماني على مدار الحرب العالمية الثانية كان ليه سمعة مرعبة ومخيفة، والسمعة دي استمرت معاه لحد نهاية الحرب. تعالوا نعرف السبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسني من برنامج وورباس، واهلا بيكم في كبسولة جديدة على الطاير. الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية كان بينتصر في معارك على الورق مستحيل يكسبها، وده بسبب التفوق العددي للحلفاء عليه. فمثلا على الجبهة الشرقية في الاتحاد السوفيتي كان دايما السوفيت بيكونوا متفوقين على الالمان بنسبة 2-1 او 3-1 في معظم المعارك، وبرضو الالمان بينتصروا. والجيش الثامن البريطاني في ليبيا كان دايما بيخسر قدام إيروين رومل على الرغم ان هما متفوقين عدديا، والسبب هو نظام في القيادة والادارة في الجيش الالماني اسمه الفلويد كوماند سيستم او نظام القيادة المرن. والنظام ده كان متبع في الجيش الألماني على كل المستويات، من أول الجيش اللي قوامه 300,000 عسكري لحد أصغر وحدة قتالية وهي الفصيلة اللي قوامها 11 عسكري. وفي ملخصه، الفلويد كوماند سيستم أو نظام القيادة المرن هو إن القيادة بتدي الأوامر بتنفيذ هدف واضح ومحدد في وقت معين من غير ما تفرض على الوحدات القتالية طريقة التنفيذ. الوحدات القتالية ليها حرية طريقة التنفيذ واستخدام الطريقة اللي هم يشوفوها مناسبة وطلب الدعم اللي هم محتاجينه في مقابل تنفيذ الهدف في الوقت المحدد. والنظام ده بيدي للقيادة ميزتين. الميزة الأولى إن دايما القيادة مش على اطلاع بالتطورات اللي بتحصل كل يوم على خط المواجهة، فبالتالي فرض طريقة معينة في التنفيذ ممكن ينجح النهاردة وما ينجحش بكرة، وده بيدي الفرصة للناس اللي على خط المواجهة ان هم يستخدموا الطريقة الافضل لتحقيق الهدف المطلوب الوصول اليه. الميزة التانية والاهم ان النظام ده بيسمح لاي حد في الجيش من اعلى مستوى لاصغر مستوى ان هو يقدر ياخد قرار، وبتظهر اهمية الميزة دي في اصعب المواقف، وده اللي سمح للجيش الالماني ان هو يستمر لحد اخر يوم في الحرب. والميزة دي انقذت الجيش الالماني كتير على الجبهة الشرقية من مواقف كارثية وخلتهم قادرين يحاربوا لحد اخر يوم في الحرب. وعلشان اكون منصف في حق الحلفاء، فالالمان هم اول من استخدموا الفلويد كوماند سيستم، لكن برضو الامريكيين كانوا بيستخدموه وكانوا فعلا متفوقين فيه. والجيش الامريكي حاليا هو اكتر جيش في العالم معتمد على نظام القيادة المرن او الفلويد كوماند سيستم. ونيجي للجزء اللي يهمنا وهو التطبيق العملي لنظام القيادة المرن. اي ادارة او اي مدير لو طبق النظام ده هيستفيد من نفس الميزتين اللي استفاد بيهم الجيش الالماني، وهي بما ان المدير او الادارة عمره ما هيكون على اطلاع باللي بيحصل كل يوم في السوق، فالميزة دي بتسمح للناس اللي شغالين وموجودين على خط المواجهة ان هم ياخدوا احسن تصرف علشان يوصلوا للاهداف اسرع. والمهم بالنسبة لك كادارة او كمدير ان انت تحقق الهدف المطلوب من غير ما تفرض طريقة تنفيذ معينة. والميزة الاهم والاخطر ان انت بتعود الناس اللي موجودين معاك في الفريق ان هم ياخدوا قرارات، وميزة زي دي هتنقذك في اصعب الظروف او تدمرك لو انت عملت العكس. ولو انت كادارة او كمدير عملت او بتعمل العكس، فده هيكون موضوع كبسولتنا الجاية ان شاء الله. والحد هنا اكون وصلت نهاية الكبسولة. اذا عجبتك الكبسولة دوس لايك واشترك في القناة لو مش مشترك، وطبعا يهمني رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في كبسولة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.